أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بأبرز العناوين. المدى العراقية قوى تشرين تقترب من التفريط بالانتخابات المبكرة بعد أكثر من عام على التمسك. أخبار الخليج البحرينية، مليار دينار عراقي لمرشحي أحزاب عراقية نافذة دعما لحملاتها الانتخابية. وفي تقرير للقدس العربي تنقله من واشنطن بوست، الأحداث الأخيرة في فلسطين هي الفصل الأخير من تشريد شعبها بمشاركة أمريكية فاعلة. من المقالات تكتب باهرة الشيخلي في العرب الأندنية، دم الفتى إيهاب يشعل وار الثورة. ويكتب يونس السيد في الوطن البحرينية، كواتم الموت في العراق. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة المدى العراقية إن قوى تشرين تقترب من التفريط بالانتخابات المبكرة بعد أكثر من عام على التمسك. ويقول ناشطون لا يمكن أن تجري الانتخابات في ظل وجود السلاح المنفلت وحملات القتل التي يتعرض لها الناشطون وعدم حماية أي ممثل عن القوى التشرينية يفوز في الانتخابات من حملات التصفية التي ينتهجها الطرف الآخر. قالت صحيفة العربي الجديد إن متظاهري كربلاء أعلنوا مقاطعة الانتخابات مهددين بالزحف إلى بغداد وعدم السماح بإقامة الانتخابات بوجود السلاح المنفلت واستمرار مسلسل الاغتيالات، داعين العراقيين والنقابات والاتحادات والمنظمات المدنية إلى المشاركة والمساندة للتخلص من النظام غير الشرعي والقمعي. ونبقى في العربي الجديد، مغيبو العراق ملف مفتوح للاستغلال السياسي، حيث عاد الجدل حول مصير آلاف العراقيين المختطفين والمغيبين في مدن شمالي وغربي العراق، بأن جميع من تم اعتقالهم في هذه المناطق قد جرت تصفيتهم، وهو ما أعلنته إحدى الميليشيات المنضوية تحت فصائل الحشد الشعبي، معتبرين أنه لا وجود اليوم للمغيبين والمختطفين بعدما أصبح هذا الملف أداة فقط للمتاجرة السياسية. قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن مليار دينار عراقي لمرشحي أحزاب عراقية نافذة دعما لحملاتها الانتخابية. وترجح مصادر في هيئة النزاهة أن تكون تلك الأحزاب قد استثمرت وجودها في الحكومات المتعاقبة لتجني أموالا طائلة من خلال صفقات فساد وطرق احتيال مختلفة. قالت صحيفة العرب اللندنية إن حكومة بغداد تساير طهران في حلمها بربط لسكك الحديد يصل إيران بالضفة المتوسط، وتتويج لجهود بذلتها إيران على مدى سنوات، وإمداد الميليشيات الناشطة على أراضي تلك البلدان بمختلف أنواع الدعم اللوجستي من أسلحة وغيرها. وفي تقرير للقدس العربي تنقله من الواشنطن بوست، الأحداث الأخيرة في فلسطين هي الفصل الأخير من تشريد شعبها بمشاركة أمريكية فاعلة. ويقول رشيد خالدي، أستاذ الدراسات العربية في جامعة كولومبيا الأمريكية ومؤلف كتاب حرب 100 عام على فلسطين، إن ما نراه اليوم في فلسطين هو الفصل الأخير من تشريد الفلسطينيين، وإن عمليات الطرد في الشيخ جراح هي جزء من خطة وضع طبقات من اليهود في كل أنحاء الجزء الشرقي من المدينة وتأمين مستقبل القدس كعاصمة يهودية لكل الشعب اليهودي. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية دم الفتى إيهاب يشعل أوار الثورة. تقول الشيخلي: أصابع الاتهام في جرائم اغتيال الناشطين العراقيين أو اختطافهم وتعذيبهم موجهة إلى إيران وميليشياتها الولائية، وحاولت إيران إبعاد النظر عنها وذر الرماد في العيون، وبالرغم من التحديات المميتة التي تواجه ساحات الحرية فإنها لن تكون إلا دافعا يتجدد كل يوم لانتزاع الوطن من القتلة أحزابا وميليشيات إرهابية. وفي العرب أيضا يكتب ماجد السامرائي: الانتخابات العراقية موسم الخداع الأخير. يقول السامرائي: في كل دورة انتخابية يدفع العراقيون ضريبة من دم شبابهم لصالح التنافس المحموم بين قوى الفساد والقتل التي تسعى إلى تجديد هيمنتها على السلطة. وأصبحت ثورة أكتوبر 2019 محاولة ثورية جريئة لتعطيل هذه الماكينة المزيفة للانتخابات وهدمت أركان المعبد المزيف. ويكتب يونس السيد في الوطن البحرينية: كواتم الموت في العراق. ويرى الكاتب أن عمليات الاغتيال التي تختفي بعض الوقت ثم تعود إلى الظهور لاصطياد الناشطين والإعلاميين العراقيين باتت تشكل هاجسا مرعبا للمدنيين العراقيين ونشطائهم في آن واحد، خصوصا بعدما تحولت لعبة الموت المتنقلة إلى سلاحا لتقويض الدولة العراقية. فعمليات الاغتيال المتجددة هي نقيض ضبط السلاح المنفلت ومحاربة الخارجين عن القانون. سينضم إلينا في حوار أسبوع الصحافة الكاتب والمحلل السياسي جبار المشهداني. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من أربيل الكاتب والمحلل السياسي جبار المشهداني. مرحبا بك أستاذ جبار إلى هذا الحوار. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدي قناتكم الحبيبة. أهلا وسهلا بك صديقي العزيز. أهلا بك. دعنا نبدأ أولا من ملف المختطفين والمغيبين في العراق والذي بات مفتوحا للاستغلال السياسي، حيث يشير مراقبون إلى أن الحكومة العراقية والكتل السياسية والقيادات النافذة تعرف أن غالبية المغيبين قتلوا على أيدي خاطفيهم، ولكن بعض القوى السياسية تسعى إلى إبقاء هذا الملف مفتوحا من أجل استغلاله سياسيا اليوم بما يخدمها خلال الانتخابات وأيضا خلال عمليات التفاوض الحزبي فيما بينها. كيف تقرأ ملف المختطفين والمغيبين في العراق؟ شكرا جزيلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أنا أعتقد أن ملف المغيبين مثل ما ذكرت حضرتك بالسؤال هو ملف للمتاجرة، وفي تقديري أن الكتل السياسية قد فهمت مبدأ أن السياسة هي فن العمل بالممكن، فهمته بشكل خاطئ لأنها لم تبقي شيئا لم تتاجر به أو تناور به لتحقيق مصالحها تحت شعار أن ذلك فن ممكن. أرواح الناس ومستقبل العوائل وكينونتها الاجتماعية ليست قضية قابلة للمساومة أو للمتاجرة. في تقديري المكاشفة والمصارحة مع الناس لإنهاء هذه الملفات هو أفضل الطرق لحسم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي لهذه العوائل، والمتاجر بهم بهذه الطريقة لن يزيد، يعني لن يحقق سوى مزيد من الفصل الكبير بين الطبقة السياسية وبين المجتمع، وهو ما حاصل الآن فعليا ولكنه سيزداد. ولذلك أعتقد ليس من الإنصاف ولا من العمل السياسي الحقيقي أن يتم أو أن يتواصل يستمر عملية المتاجرة بهذا الملف الإنساني الخطير. نعم، في ذات السياق يعتقد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن كل المغيبين قد قتلوا فعلا، لأن من غيبهم لم يفعل ذلك للتفاوض حولهم، كما أن لا جهة
من الممكن أن تكون معنية باختطاف هؤلاء الرجال والشبان وتحمل تكاليفهم طوال هذه السنوات كما يشير المرصد. ويشير أيضا إلى ذهاب الملف كل مرة إلى أدراج النسيان وعودته قبيل كل انتخابات. لماذا برأيك؟ إذا وضعنا في الحسبان أن الطبقة السياسية لم تقدم شيء حقيقي لجمهورها ومع قرب كل انتخابات تطفو بعض الملفات على السطح ومنها ملف المغيبين لأنها فعليا لا تمتلك شيء، هي أخذت كل شيء ولم تقدم شيء. وبالتالي يعني حتى في بعض المناطق في حزام بغداد الآن يقولوا لهم إذا ما تنتخبون هذه القائمة راح يصير حالكم حاجة في الصخر. يعني ما يقولوا لهم نعدكم بالرفاهية، نعدكم بالتحقيق في المقتطفين، في من قتلوا، في من شردوا، لكن يقولوا لهم إذا ما تنتخبون هذه القائمة راح يصيرون حالكم حاجة في الصخر، بمعنى تخويف مستمر ليس لدى هذه الطبقة السياسية ما تقدمه للناس سوى التخويف. هذا من جانب. من جانب آخر أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي أن المختطفين قد قتلوا، ولكن إذا ما بقوا أحياء فيمكن القول أنهم ربما يكونون محتجزين بجهة رسمية، كأن يكون أحد السجون العراقية أو جهة يعني جهة رسمية عراقية مسؤولة عن إيواء سجناء وإسكانهم وطعامهم، أي أن يكون الصرف عليهم من قبل الحكومة نفسها دون علم الحكومة أو بعلمها. لو كان هناك سيناريو متخيل لبقائهم أحياء فيمكن أن يكون قد تم إيداعهم في أحد السجون الرسمية على أنهم معتقلين أو موقوفين لكي يتم إطعامهم وإبقائهم في هذا السجن دون علم الحكومة أو دون علم الجهة الرسمية أنهم مختطفين. ربما يعني حتى يكون سيناريو بقائهم أحياء مقبول أو معقول. نعم. في محور آخر أستاذ جبار، قوى الحراك الشعبي وضعت حدا لأن تكون شريكا في لعبة سياسية فاسدة، كما فكت ارتباطها بعلاقتها الملتبسة مع الحكومة التي تعتبر أنها تتبنى تلك المطالب وأن تبكير عملية الانتخابات هي جزء من تلك المطالب، بينما من المؤكد أن انسحاب قوى الحراك الشعبي سيضعف الحكومة وربما ينهي مصداقية تبنيها للمطالب الشعبية. طيب، وفق هذه التطورات برأيك ما الموقف الذي يمكن أن تتبناه قوى الحراك الشعبي قبيل الانتخابات؟ الانسحاب من الانتخابات وقرار عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات لم يكن يعني خيارا مزاجيا لهذه القوى، ولم يكن ردة فعل على استمرار مسلسل القتل للنشطاء فقط، وإنما إيمان هذه القوى ومن يقف خلفها من جمهور أن الطبقة السياسية الحالية والعملية السياسية بشكل الحالي لا يمكن القبول به والتواصل معه، وكل محاولة للإصلاح باتت عقيمة وبات من غير الممكن ومن غير المقبول الاستمرار في أن يكون هناك أمل في إصلاح هذه الطبقة، لأنه عملية سياسية قائمة على سلاح منفلت، قائمة على فساد، قائمة على تفرد بالسلطة، قائمة على فرض أمر واقع في اتخاذ قرارات سياسية داخل وخارج العراق لا يمكن التواصل معها بأي شكل من الأشكال. ننتقل إلى محور عمليات الاغتيال في العراق التي تختفي بعض الوقت ثم تعود إلى الظهور مجدداً، وذلك لاصطياد الناشطين والإعلاميين العراقيين، حيث باتت تشكل هاجسا مرعبا للمدنيين العراقيين ونشطائهم في آن واحد. إذن أين الحكومة من كواتم الموت المتنقلة في كل أرجاء العراق؟ ملف الاغتيالات لم يتوقف، لا أقول لم، أقول لن يتوقف، لأنه الفصائل الولائية المرتبطة بإيران حصرت، وربما تكون هناك جهات سياسية أخرى أدمنت تصفية خصومها السياسيين، أو ربما لم يكونوا خصوما، هم يعني مواطنين عاديين أطلق عليهم تصفية النشطاء لما يحققون من أثر بين جمهورهم. يعني
ربما الكثير منهم ليس لديه طموح سياسي ولا ينافس هذا الزعيم أو ذاك على منصب أو مكان سياسي قادم، لكن شعور هذه الطبقة السياسية بالخطر من النشطاء ومن المتظاهرين وقياداتهم جعلهم يتخذون قرارات بتصفيتهم وبشكل متواصل، لأنهم لا يجدون حلولا في الوقت الذي يزداد عدد أنصار وأتباع تشرين تتضاءل حظوظهم بالبقاء بالمشهد السياسي، وبالتالي العاجز لا يفهم لغة الحوار، يحاور بالرصاص. قال إذا افترضنا عدم تدخل الطرف الإقليمي الخارجي في عمليات تصفية وأن تجري كلها تحت رعاية وتخطيط وتنفيذ أجهزة استخبارية خارجية وبدعمها، دماء الشهداء تزيد من مساحة التفاعل الجماهيري وتقرب يوم الحرية ويوم الخلاص، والخطأ في الاعتقاد أن قتل عدد أكبر من النشطاء هو الذي سيحجم ويقلل من حركة جمهور تشرين أو الجمهور المنتفض هو خطأ فادح. نعم، في ذات الشأن تحولت لعبة الموت المتنقلة إلى سلاح لتقويض الدولة العراقية، فعمليات الاغتيال المتجددة هي نقيض ضبط السلاح المنفلت ومحاربة الخارجين عن القانون الذي تعهدت به الحكومة العراقية. لماذا لم تستطع حكومة الكاظمي إلى الآن ضبط السلاح المنفلت ومحاربة الخارجين عن القانون كما وعدت سلفا؟ يعني يحق للحكومة أن تأتى وتشاء، ولكن أنا أستغرب هل يمكن أن يعول أحد على حكومة جاءت باتفاق الفصائل المسلحة الولائية وغير الولائية؟ هي الحكومة جاءت نتيجة توافق أكبر كتلتين، كتلة الفتح الولائية المعلنة لإيران معلنة، وكتلة سائرون وهي أيضا فصيل سياسي وعندهم ذراع عسكري، وأيضا يعني كما يقولون أنهم غير مرتبطين بإيران، وربما كان هذا الكلام صحيح، لكن في نهاية الأمر الكتلتين السياسيتين اللتين وقعتا ومضياتا سوية في إقرار وتثبيت حكومة الكاظمي هي كتل سياسية وفصائل مسلحة. الآن تطلبون من حكومة الكاظمي التي جاءت لتوافق الكتل المسلحة أو الفصائل المسلحة أن تحارب هذه الفصائل؟ هذا أمر يعني خاطئ ابتداء. اولا هو هناك يعني عدم قدره وهناك عدم رغبه ايضا. اما التصريحات للحكومه فهي بالحقيقه هي حكومه اعلاميه يحق لها ان تصرح لانها هي قائمه على الشو وعلى الاستعراض وعلى الوعود. ايضا يرى متابعون ان اي احد من العراقيين لم يعد يصدق وعود الحكومه وتعهداتها بملاحقه المنفذين وجلبهم للعدالة وكشف الجهات التي تدعمهم للرأي العام، وأن الوعود والتعهدات الحكومية أصبحت مثارا للتندر بين العراقيين مثل لجان التحقيق التي يعلن عنها بين الحين والآخر لاحتواء قضية أو حادثة معينة ثم يتم وضع هذه القضية أو الحادثة على الرف. برأيك أين تذهب مجريات لجان التحقيق الحكومية بعد كل قضية اختطاف أو تغييب للناشطين أو حادثة قتل أو حريق مستشفى أو حريق محاصيل زراعية أو مصانع إنتاجية؟ لم نسمع في العراق عن نتائج لجنة تحقيقية شكلت بعد العام 2003 من حادثة جسر الأئمة إلى اليوم منتصف عام 2021. اللجان التحقيقية تشكل لتسوف القضايا لتمييعها لا للوصول إلى الحقيقة. ثم حكومة يقودها مدير جهاز المخابرات لسنوات، أنا أفترض أن هذا الرجل تحت يده ملفات وحقائق ووثائق وفيديوهات بإمكانيات جهاز المخابرات العالية، لديه ملفات فساد وملفات القتل وملفات الاستهداف وملفات التخابر الخارجي كلها موجودة عنده، حتى ما يحتاج لجان تحقيقية لأنه هو يمتلك الوثائق أساساً. أما قضية تشكيل لجان وجيب لجنة وتعالى اقبض على مدير عام
القصة أكبر من وزراء عامين، والقصة أكبر من وزراء وكلاء. الحقيقة طبقة سياسية أثرت على حساب المال العام، ورأينا كيف تغيرت أحوالهم. أحزاب كان ما عندها حتى مقرات ما عندها، اليوم هذه الأحزاب عندها شركات نفطية، وعندها استثمارات خارج العراق وداخل العراق، وعندها أموال وعندها ملايين وطائرات خاصة. يعني زمن التسويف وزمن محاولة خداع الناس أيضا انتهى بالنسبة للحكومة ولغير الحكومة. أصبحت الحقائق واضحة ولا يمكن تغطية الشمس بغربال. يلاحظ أن الفساد في العراق بقي على ما هو عليه رغم الادعاء بمحاربته من قبل الحكومة، وأيضا بقي القتلة في الشوارع رغم التعهد من الحكومة بملاحقتهم. والأسوأ من ذلك أن الحكومة ومعها الكثير من القوى العراقية تربط بين عودة الاغتيالات والانتخابات المبكرة المقررة في تشرين أول أكتوبر المقبل، وتعتقد أن هناك جهات سياسية وفصائل منفلتة لا ترى أي حظوظ لها في تلك الانتخابات وتعمل على عرقلتها. برأيك كيف ستؤول الأوضاع في العراق سواء بانتخابات أو بدون انتخابات؟ سجلها على يا سيد حسان. أولا الانتخابات سيتم إعلان تأجيلها رسميا من 10/10 إلى العام المقبل، يعني إلى موعدها الأساسي نيسان 22 منتصف 22. هذه أولا حتى يخلصون من قضية مبكرة ما مبكرة، راح يجمروها 6 شهور بعد دي قدام. القصة الأولى. القصة الثانية، كل مجريات الأحداث في المنطقة مجموحة، ما يحصل الآن في فلسطين الحبيبة وما يحصل على المستوى العراقي والإقليمي، المنطقة ذاهبة باتجاه تعقيد يعقبه حلول، وجزء من التعقيد هي العملية السياسية الحالية، وجزء من الحل هو إعادة تصحيح الأوضاع في العراق وفي المنطقة، ليس حبا لمن سيأتي، ولكن عملية سياسية أثبتت فشلها طوال 18 عام لم يعد مقبولا بها، استنفذت كل أغراضها، حققت كل أهدافها، رجعت العراق إلى مئات السنين دي وراء. خلاص لم يعني هنا انتهى الدور. بعد صار السياسي يطلع يعلن جهارا نهارا أنه مرتشي وأنه يأخذ رشوة. هاي العملية السياسية في طريقها للنهاية، وهذا ليس توقع شخصي، مجريات الأحداث تشير إلى ذلك وسنرى في قادم الأيام. أخيرا أستاذ جبار، برأيك هل ستكون حكومة الكاظمي هي الخاسر الأكبر إذا لم تسارع إلى اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والخارجين عن القانون، وأيضا الجهات التي تدعمهم مهما كانت النتائج؟ أنا في تقديري أن حكومة الكاظمي أمامها طريقين، أما أن تأخذ المبادرة بالتنسيق مع الطرف الدولي وتأخذ المبادرة وتسارع إلى تصحيح الأوضاع، أو أنها ذاهبة شماعة لتحمل الأخطاء ويتم استبدالها من قبل الطرف الإقليمي. خيار ثالث لا يوجد، هذا ما أتوقعه وهذا ما سيحصل في الأيام القليلة القادمة. في ختام الحوار أشكرك أستاذ جبار، الشكر الجزيل، كنت معنا من أربيل. شكرا جزيلا أستاذ سالم وممتن، وأسأل الله التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. والشكر لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.